الإنسان لا تكون إلا بعنصرين أساسيين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في سورة قصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أن يوفر الإنسان طعامه وشرابه وأن يوفر أمنه، فهذه أيها الإخوة النعمة التامة، يكون الإنسان بها يحيا سعيدا. ولكن إذا فقد الطعام والشراب وفقد الأمن فلا عيش بكرامة للإنسان. ومن أجل ذلك أيها الإخوة حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعض الأمور وبعض الوصايا حتى لا نقع في مثل هذا الفساد وهذا الذي نراه في مجتمعاتنا من إراقة الدم. قبل قليل يعني جاءنا خبر أنه أصيب رجل وفتى يعني في أم الفحم وغيرها كثير كثير إخواننا الكرام، في الطيب وفي غيرها. لذلك إخواننا الكرام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا نقع في مثل هذا العنف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة، قال: من نظر إلى أخيه نظرة تخيفه أخافه الله يوم القيامة. وانتقل إلى الإشارة بالسلاح حتى لو بحديدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنته الملائكة حتى يضعها. ثم كلاما أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة الشديدة للقاتل الذي يريق دم المسلمين، لأنه يروعهم وإنه يسلب لهم أمنهم وأمانهم. فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة من أجل ذلك نحن نسعى دائما أن نذكر الناس بقول الله سبحانه وتعالى وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإرشادهم حتى نرتقي إلى الحياة الكريمة التي يرتئيها الله سبحانه وتعالى لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه الجمع وهذه الكلمات أن تصل إلى أهلنا في الطيبة وفي غيرها حتى نتعظ ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بكم جميعا، أدعو فضيلة الشيخ الدكتور رائد فتحي حتى يسمعنا من كلامه.